استهدف الطيران الحربي قبل ظهر اليوم الشق الثاني من سوق الأتاري بعد استهداف الشق الأول. الاستهداف كان مناطق التجمعات السكنية والسوق، محلات الخضرة، محلات الفروج، محلات الحلو. المكان اللي استهدفه مدني بحت، سوق الشق الثاني من سوق الأتاري. للآن 8 شهداء والعديد من الإصابات وأضرار كبيرة. هم محلات الفروج، هذول محلات الخضرة، محل صيدلية، محل حلو،